السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنبدأ إن شاء الله النهاردة الحلقة رقم 2. كنا بدأنا الأسبوع اللي فات الحلقة الأولى، النهاردة هنبدأ الحلقة 2 رقم 4 الكثافة. لو فاكرين كنا اتكلمنا إزاي بنميز المواد، كنا قلنا نفكر بعضنا كده عن طريق اللون، قلنا الطعم، قلنا الرائحة. طيب لو مفيش لون ولا طعم ولا رائحة زي ايه؟ زي الهواء، زي المية، خلاص ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة. هنميز ازاي؟ عن طريق الكثافة. اذا الكثافة طريقة من طرق الايه؟ التمييز ما بين المواد. ايه هي الكثافة؟ عشان نعرف الكثافة، الكثافة عبارة عن الكتلة على الحجم. نقول تاني ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن رابع حاجة اسمها الكثافة. الكثافة دي رابع حاجة في تمييز المواد عن بعضها البعض. الكثافة عشان نعرفها كويس بنقول كتلة على ايه؟ حجم. ان شاء الله قبل ما نكمل ما تنسوش الاشتراك لو انتم مشتركتوش معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم ان شاء الله، ونعمل ضغط على زر الجرس ونختار الكل عشان يوصل الايه الفيديو لزمايلكم كلهم. وما تنسوش اللايك، عايزين 1000 لايك النهارده ان شاء الله عشان نستمر مع بعض باذن الله. بنقول كثافه كتله على حجم. لما نيجي نعرف بقى التعريف، ده قانون. التعريف هو ايه؟ كتله وحده الحجوم من الماده. تاني بنجيب من بسط المقام، يبقى نقول كتله وحده كتلة وحدة الحجوم من المادة. ده تعريف مهم جدا طبعا. كتلة وحدة حجوم المادة. طب ما ممكن اقول ايه؟ اشيل وحدة الحجوم ديت واقول كتلة 1 سنتيمتر مكعب من المادة. يعني التعريفين دول مكررين علينا؟ يبقى التعريف ده او التعريف ده. يبقى كتلة وحدة الحجوم من المادة أو كتلة 1 سنتيمتر مكعب من إيه؟ من المادة. طيب وحدة القياس، وحدة القياس قبل ما نحل مسائل، وحدة القياس جرام على سنتيمتر مكعب. جرام على أو لكل سنتيمتر مكعب، أو جرام على سنتيمتر إيه؟ مكعب. تنفع كده وتنفع كده؟ تمام، يبقى دي اسمها وحدة ايه؟ القياس. يعني وحدة القياس يعني وحدة من الوحدات بنقيس بيها الكثافة. يعني الكثافة طلعت 10، اقول 10 ايه؟ 10 ايه؟ جرام على سنتيمتر مكعب، دي معنى وحدة القياس. خلاص يبقى ديت معلومة. يبقى المعلومة الأولانية النهاردة عرفنا الكثافة. طيب وحدة القياس؟ خلاص خلصناها. طيب أي وحدة فيزيائية عندي فيها ثلاث حاجات، ابسط طريقه بنعلمكم فيها من اولى اعدادي ان احنا نعمل ايه؟ مثلث، وكنا عملناها في سنه 6 في الوزن بيساوي الايه؟ الكتله في 10 او كتله في عجله الجاذبيه. بصوا بقى معايا، اللي على اليمين كثافه سيبوها زي ما هي، اللي فوق سيبوها فوق زي ما هي، اللي باقي ايه؟ حجم. تاني الكثافه اهي على اليمين، يبقى الكثافه على اليمين، اللي فوق فوق والحجم ايه؟ طب دي بتفيدني في ايه بقى؟ بتفيدني في الاتي، ان لو طلب مني في مساله الكثافه بخبيها بصبعي، ها يبقى كتله على ايه؟ حجم، صح. يبقى فين عندي ثلاث مقاييس هنا او ثلاث ايه؟ مقادير. كثافه بيساوي كتله على حجم. كلام جميل. لو طلب الكتله يبقى كثافه في ايه؟ في حجم. يبقى الكتله بيساوي كثافة في حجم. طيب الحالة الثالثة، لو طلب مني الحجم يبقى خديها بصبعي، يبقى كتلة على ايه؟ كثافة. يبقى لو طلب الحجم يساوي كتلة على كثافة. يا ريت نركز قوي في الثلاث قوانين دول. ليه؟ لأن هناخد مسائل. يلا بسرعة. رقم 1، المسألة الأولانية، احسب كتلة جسم كثافته
2 جرام على سم دكايب وحجمه 4 سنتيمتر مكعب. طبعا معلش اشوف الاستاذ طالب ايه. طالب كتله؟ اه طالب كتله اهي. طالب الكتله اهي اللي طالبها الاول احسب بها. يبقى الكتله هقول له من قانون كتله هتساوي، اكون عامل المثلث ده اقول له الكتله بتساوي كثافه في الحجم. لازم اكتب القانون عشان باخد عليه درجات. يبقى الكثافه في ايه؟ في الحجم. يعني هتساوي الكثافه كام؟ 2. بنعوض تعويض مباشر في الحجم كام؟ 4. يبقى الاثنين في 4 بكام؟ 8. يا ترى وحدة القياس ايه هنا؟ الكتلة وحدة قياسها ايه؟ الجرام. جبتها منين يا أستاذ؟ أنا عندي الكتلة قلنا جرام، الحجم ايه؟ بالسنتيمتر ايه؟ مكعب. الكثافة جرام على سنتيمتر ايه؟ مكعب. أدي أول مسألة. المسألة الثانية لو طلب مني احسب كثافة جسم كتلته 4 جرام وحجمه 8 سنتيمتر مكعب. ركزوا كده معايا في المسألة. معظم الطلبات في أولى إعدادي بيبقوا الرياضة يعني إلى حد ما ممكن يتلخبطوا فيها شوية، ممكن يقول لك دايما بنقسم الكبير على الصغير ونقوم قاسمين الحجم على الكتله. لا، انا اطبق القانون. الاستاذ طالب ايه؟ الكثافه. طب الكثافه بتساوي ايه؟ الكثافه بتساوي كتله على حجم. انا كاتب القانون صح اهو، الاقي طالب او طالبه تقوم حاطه لي ايه؟ 8 على 4. لا طبعا غلط، انفذ كتله 4. شوف انا عامل عليها دايره اهي، والحجم كام؟ 8. يبقى 4 على 8. اختصر وكفها النص. ما انتش عارف تختصر او مش عارفه ومش فاكرين الكلام ده بالاله الحاسبه ولا عامل. على 4 في 1، على 4 في ايه؟ في 2، لان 4 نص 8. طيب وحده القياس جرام على سنتيمتر ايه؟ مكعب. طيب المساله الثالثه ماشيين بالترتيب اهو، لسه ناقص مين؟ الحجم. احنا بنجيب على الثلاث قوانين اللي عندنا دول اهو، ثلاث قوانين. بيقول لي احسب حجم مادة كتلتها، احسب حجم مادة كتلتها 2 جرام، 2 جرام، والكثافة 1 جرام على سنتيمتر مكعب. طيب نعوض يا استاذ، نعوض الحجم هيكون من القانون كده، حجم القانون الثالث اهو. الحل الحجم بيساوي ايه؟ حجم بيساوي ايه؟ كتلة على ايه؟ كثافة. ايانا نتلخبط، مشكلة المسألة صفر على طول ولازم نكتب القانون على الأقل ناخد نص المسألة. هو أعطاني الكتلة كام؟ 2. الكثافة كام؟ 1. يبقى الحجم كام؟ 2 على 1 فعل 2 سنتيمتر مكعب. سنتيمتر ايه؟ مكعب. دي ثلاث مسائل مكررين علينا كده بالتفصيل، وطبعا في مسائل كتير ان شاء الله نشرحها الحصه الجايه باذن الله. بس ماذا نقصد بقولنا؟ وركزوا معايا او بقى بقولنا اهم جزئيه في الكثافه. ماذا نقصد بقولنا دي؟ ماذا نقصد بقولنا جسم كثافته، جسم كثافته مثلا 5 جرام على سنتيمتر مكعب. ركزوا بقى اما يجي لي سؤال زي ده اقول له الكثافه، ركزوا بقى عشان الاجابه هي بكتب القانون برضه. الكثافه بتساوي ايه؟ كتله على ايه؟ حجم. اتفقنا ما فيهاش اختلاف. طيب كلمه 5 جرام على سنتيمتر مكعب معناها ايه؟ ان ال 5 جرام فوق والواحد سنتيمتر مكعب، لان لما بقسم 5 على 1 فيها 5 جرام على سنتيمتر مكعب. معنى ذلك ايه؟ لما اجي اقول بقى معنى كثافه اي جسم ايا كان واجيب له ارقام احسبها ازاي؟ اقول معنى ذلك، ركزوا بقى في اللفظ، معنى ذلك اجيبها من التعريف الاصلي ان كتله، ركزوا معايا، 1 سنتيمتر مكعب من الماده او من الجسم بيساوي 5 جرام.
وياك تنسوا تقوم عاملين جرام على سنتيمتر مكعب، مشكله، لان بدايه الكلمه ايه؟ معنى ذلك ان كتله 1 سنتيمتر مكعب من الجسم بيساوي 5 ايه؟ جرام. لو جالي بالعكس، ماذا نقصد بقولنا؟ كتله 1 سنتيمتر مكعب من الجسم بيساوي 5 جرام. هقول له معنى ذلك ان كثافه هذا الجسم بتساوي ايه؟ 5 جرام. هنركز على الكلام ده ان شاء الله مع بقيه المسائل باذن الله في الحلقه القادمه. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا، ونفتكر مواعيد السبت والثلاث ان شاء الله الساعه 7، اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي. هسيب لكم سبوره دقيقه او دقيقتين كده على ما تبصوا عليها ان شاء الله.